ادم تاني مش لان اي حاجة. دي تفتكر ده يبقى ايه؟ ده يبقى حمار حضرتك. ده مين ده؟ هو هو بحمار. زكية بنت نور الله. افتح الزنزانة واصرف انت. مبروك. مبروك دي تقولها لي على الموبايل اما ابقى بره مصر. والله بقى الحكايه دي حلها في ايدك انت. اصل في مشكله صغيره تتوقف عليك. خير؟ في ايه؟ رياض باشا ماله؟ انت مش قلت خلاص بقى معانا؟ من ناحيه خلاص هو خلاص، بس طالب اتنين. اتنين؟ اتنين ايه؟ 2 مليون. بس ده كتير قوي. انا برضو قلت له كتير، قال لي هو هيدفع حاجه من جيبه، ما كله من فلوس البنوك. ايوه بس دي ما فيهاش بس. النهارده رياض باشا معانا، بس ممكن يتغير في اي لحظه. ده احنا مصدقنا اقنعناه. وبعدين عصفور ومفريات احسن من مليار وانت في السجن. طيب مبروك. سلام. عربيه النص النقل لما بتتروق بتبقى كفاءه، يعني كفاءه قوي. هاي رياض انا جاهز. ايه هاي رياض انا جاهز. ده ايه اللي انت لابساه ده؟ ده سبورتس وير. نعم سبورتس وير. بص بلاش حاجه فاضيه. ايه الدراعات الملط دي؟ انت رايحه فين قلت لي؟ النادي. النادي؟ تعالى هنا قرب. رايحه فين تاني سمعها لي؟ النادي. النادي يعني رايحه مركز شباب، والشباب هناك كده اهو وله عيون وهيقعد يتفحص كل منطقه في قلب جسمك. الشاب من دول لو دخل في السور هينفض من الناحيه الثانيه. رياض انت عمرك ما قلت لي اي كومنت على لبس. نعم اي ايه؟ عمرك ما قلت لي اي كومنت على لبس. بلا كورونا بلاش الحاجات اللي انت بتعملها دي، ما تغيرتش الموضوع. انت مش متجوزه ده كربطه هنا. رياض بلا رياض بلا لمبي. لمبي؟ لمبي مين؟ لمبي مين؟ انت بتيجي فين انت؟ في وجعه اللمبي ولا حلاوه اللمبي ولا طعامه اللمبي؟ اللمبي ده كان يسوق شارع قدامه كده بحاله، صقر كبير له في الجبال علامات. لمبي ده كان فاضل يومين وصورته تنزل على الجنيه. بس خلاص بقى الله يرحم ايامه. عمل حادثه دخل في بقه واحد. يلا بنت اجري البسي الحاجات التانية. بنت اجري يا بنت، ما تخليش بقى. اجري انت بقى. لا البسي حاجه بقى. لا يا بنت اجري بقى، انت حلوه كده الله يعرفك. اجري انت يلا. لا يا بنت والله هعضمك. اجري انت يلا. يلا اجري انت. يلا يا بنت. يلا يا بنت امشي. ايه البلا اللي مالهاش حاكم دي؟ كشفنا ولا ايه؟ كشفنا في ايه؟ في الجريمه اللي احنا عاملينها دي. وطي صوتك. جريمه ايه؟ ايه؟ انا عاوزك تختم الورقه دي بسرعه. طب ايه عربيه الاسعاف دي؟ طب مسجون تعبان قوي لازم يتنقل المستشفى حالا. طب انت مالك متاثر ليه؟ هو اخوك ولا ايه؟ انا اخويا مسجون برضه. يمكن صدفه ولا حاجه. يا عم اختم الورقه دي بلا صدفه بلا نيله. طب اختمها ازاي دي طيب؟ الختم في الدور. الختم في الدور؟ ايوه الختم في. انت مالك مستغرب قوي؟ والله الختم في الدور. الختم في الدور. والله ما اعرف ان الختم في الدور. طب يلا يلا بسرعه. ايوه خد يلا يلا تطلع. ادي انا عاوز الورقه بتاعتها. كبيره دي حلوه تطلع. هي مش كبر دي. اكتب لي ورقتها لازم دي يعني. ايوه عينيا عينيا يا ابو دهيم. هتفرتكها عينيا يا ابو الادهيم. ادهيم ادهيم ايه ابو الادهيم دي؟ ابو الادهيم ده كان الدلع بتاع ابويا. كانوا بيقولوا لابوك يا ابو الادهيم. لا بيقولوا له يا عم محترم.
محسن. اسكت اسكت اسكت. انا بتمنى لما توصل بالتليفون. على مين؟ على ابن اخوك المريض اللي هناك. هاي رياض، ازيك؟ انا كمان مبسوطه قوي النهارده. صح، انا مش مصدق اللي انت بتقوليه ده. انا عايز اسالك موضوع. ايه يا هاني اعرف ان انت بتعمل ده. ما خدش بالي والله. ما تشوفش بتدور على عينك. ما خدش بالي يا فندم، انا اسف. طب تقعد فين انا؟ اخرج فين؟ ما اقعدك هتخرج، ما انت خضتني خلاص اقعد. هتخض تاني تدخل تاني تخض. والله ما خدت بالي. طب اقعد عشان انا بكلم البيت المدام. لا اقعد. هذا الاهل موزه ده الواد بتاع الشقه كان جايب لي القميص بتاع النكوى. انا عايز اطلب منك حاجه. عايز تروح فين؟ قولي. نعم. ربع كيلو زيتون كلاطاطا. الزيتون كلاطاطا ده قالوا لا. ايوه خلاص اوكي ماشي. المهم ده انا كنت عايز اقول لك على حاجه لان نعم. ايه دوست على مين؟ عيش توست موجود يا باشا. موجود هو بيهزني دماغه. مين؟ لا ده هنا صاحبي. لا ما تخافيش، صاحب الانتيخ. تعالى يا حبيبتي خلاص. انا عارف. سلام. مع السلامه. انا هذا مع العرب. المكالمه قلبت في الاخر جو بقالة لي كده. مش مهم. المهم ان انا سعيد. سعيد قوي يعني قوي. ايه خير بقى كنت عايز ايه؟ ما تاخذنيش يا فندم، انا مش مرتاح للي بيحصل ده. ولا انا هامل. الموضوع دخل في زيتون كلاطاطا ودوست. يا باشا انا بتكلم في موضوع تاني خالص. انا بتكلم عن المسجون اللي اترحل على المستشفى، المفروض انه يتعرض على دكتور السجن قبل ما يترحل على المستشفى. ايه يا عم اللي انت بتقوله؟ هتخرجنا؟ كبر دماغك يا اخي بقى. خلاص خرجنا من السجن وكل حاجه عدت في السليم. والواد اللي هيدخل بدالك هيدخل نايم على نقاله متغطي وهيفضل متغطي فتره طويله، محدش هيقدر يكشفه. تكون انت سافرت وبقيت في التمام. المهم اخبار موضوعنا احنا ايه بقى؟ طب اطمن يا ادهم. طبعا بما فيهم مبلغ رياض باشا. اكيد يا ادهم. انا حاسس ان سيادتك متغير. متغير ايه؟ ما بقتش رياض باشا بتاع زمان. لا بقى لا، انا رياض باشا بتاع زمان وبتاع كل زمان، بس هو يعني العمليه يعني مقصره حبتين يعني. اسمعني بس، في حاجه عايز اقول لك عليها يعني جوايا، يعني خاصه بالتليفون اللي كان كده ده. ايوه عايز ارجع، عايز اطلع اللي جوايا يعني. طلع يا باشا، ده انا هاني. ما انا عارف مكان انت مالي. انا عفاف. عايزك يعني ايه؟ قلت اعمل ايه في محسوسيه لما اجي اتكلم معاها يعني؟ يعني الموضوع ما ينفعش يتقال في قلب الشغل هنا يعني. خلاص يا باشا، ما دام الموضوع مهم كده وخاص بمحاسيسك، نتقابل في البيت عندي، نتكلم براحتنا ونشرب القهوه. انا موافق، انا ما بحبش القهوه. ما هو كده يا باشا، النهار هيطلع لنا من غير ما اعرف فيه ايه. يعني تعالى. جيت؟ ان جسمي بيتخرط من جوه يا باشا. قلقتلي في ايه يا باشا؟ قولي. انا بمر بتجربه. انا وقعت من السما وانت استلعبتني. انا ماشي مع واحده اليومين دول، كلام في سرك، مراتي. يا باشا مراتك وماشي معاها وما بتنامش، ايه المشكله فيها؟